القاهرة، ومعي على الهاتف الكاتب الصحفي الكبير رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأستاذ ياسر رزق. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور يا أستاذ محمد. كيف رأيت تفويض البرلمان اليوم للرئيس السيسي ولجيش مصر؟ أمر متوقع طبعا وبينص عليه الدستور. إحنا لابد إن إحنا نكون مهيئين منذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي وكنا موجودين في سيدي براني عن الخط الأحمر اللي بيمتد من سرت إلى الجفرة. نعم. علشان تدافع عن هذا الخط، وإذا اخترق فإن مصر هتتدخل، يبقى أنت هتبقى للدستور عايز موافقة من البرلمان. نعم. أنت هتتدخل بقوات. يعني إحنا بنتكلم على تدخل عسكري، وكان معنا كلام الرئيس السيسي إن مصر هتتدخل عسكري، فكان نعم. لابد من الحصول على موافقة البرلمان، ووافق البرلمان على التدخل او على تفويض الرئيس والقوات المسلحه باتخاذ ما يلزم لحمايه الامن القومي المصري والدفاع عن البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الغربي. الحقيقه انا كنت متصور ان تتساب مطلقه. يعني بنتكلم على الامن القومي للبلاد، ما بنتكلمش على استاذ عماد الدين اديب قبلك كان له وجهه نظر ان ده ما فيش حاجه في العالم برلمانيا او دستوريا اسمه شيك على بياض او تفويض على بياض. عايز اقول لحضرتك حاجه، الاثنين طبعا انا الاستاذ عماد الدين اديب راجل مفكر، ويعني احنا على اتصال وفي حوار مستمر حتى عن طريق الواتساب في هذه القضيه تحديدا لحد امبارح او اول امبارح. لكن خلينا اقول ان المعركه واحده الحقيقه، اذا انت بصيت لها صحيح منظور عشان تشوفها انها مش يعني غير منفصله، لا في ارتباط، في ارتباط، ونرجع كده في ارتباط، في رغبه. مع حضرتك امبارح مقال في المعنى ده، بتكلم على الايدي غير المكتوفه. الرئيس قال لن نقف مكتوف الايدي. انت فهمت العباره دي ازاي استاذ ياسر؟ فهمت ان مصر استعادت قوتها وعنفوانها العسكري الدبلوماسي. انت لا يمكن تكون دوله قويه دبلوماسيا او عندك اوراق دبلوماسيه متعدده الا اذا كنت قوي عسكريا. ببساطه شديده جدا، ما تستطيع ان تحققه بالسلاح يمكن ان تحصل عليه بالسلام او بالدبلوماسيه او بالسياسه، بشرط ان تكون قوتك العسكريه قويه. تاني، ما تستطيع ان تحصل عليه بالسلاح، بمعنى نرجع كده، لو لم تكن مصر تستطيع ان تكمل تحرير سيناء بالحرب ما كناش قدرنا نحصل على ما تبقى من سيناء بعد حرب اكتوبر بالسلام. نعم. قاعدة، هذه هي القاعدة الذهبية في العلاقات الدولية، في الصراعات بين الدول، بين الامبراطوريات وبين القوى وبين على مر التاريخ. قيس على هذا في الموضوع الليبي، في موضوع سد النهضة. انا بعتقد ان مصر حققت الان نص قبل ان تستخدم السلاح. بالتفويض ان اردوغان، لا خلاص، احنا انا بتكلم فيه، انت عندك صراع، الصراع ليه ادوات مختلفه، للاداه الدبلوماسيه، للاداه الاقتصاديه، للاداه الاعلاميه، للاداه العسكريه في الاخر. انت قبل استخدام الاداه العسكريه مجرد تلويح بيها، ومجرد انك خلاص اظهرت ان انت رغبتك، مش رغبتك، عزمك ونيتك على استخدام السلاح، وان التهديد بتاعك او الانذار سميه ما شئت جدي، وانه سينفذ فورا في حاله الاقتراب من الخط، وليس مجرد اختراق الخط. احنا مش بنتكلم هنا على حديقه هتعديها، احنا بنتكلم على اشياء اخرى. مصر لن تسمح، ومصر قادره على انها تنفذ هذا التهديد. فاحنا سمعنا تصريحات من الجانب التركي، وسمعناها من المتحدث باسم الرئاسة التركية. فسمعنا تراجع لأول مرة بيتناقض مع العنجهية والرعونة اللي بيتسم أن تركيا لا تستهدف دخول حرب مع فرنسا أو مصر. أي عاقل المفروض أنه لا يستهدف دخول حرب، وأنه بيحاول ينجز ما يحقق مصالحه بوسائل أخرى، وأن الحرب دي هي أو القتال بمعنى أصح، كل اللي احنا فيه ده حرب. السياسة حرب، الدبلوماسية حرب، انما القتال، استخدام السلاح هو اخر حاجه لتحقيق اهدافك، لا يلجا اليه الا اذا سدت جميع السبل. احنا شايفين النهارده ان الرئيس ترامب كلم، يعني الرئيس السيسي اتصل بيه، وترامب اتكلم مع ماكرون، وبيتكلم على تثبيت وقف اطلاق النار،
بيتكلم على العمليه السياسيه وبيتكلم على عدم التصعيد. واضح من الكلام، الكلام مش موجه لينا بس عدم التصعيد، بيتكلم المفروض موجه لتركيا، وتركيا تطلع بيان برضو يعني. اساسا بمعنى عدم التصعيد يعني ايه؟ يعني ان تركيا ما تسمحش او ما تدفعش او ما تشاركش مع عناصر المرتزقه اللي هي استجلبتهم من سوريا لليبيا، لغرب ليبيا، ما تدفعش بيهم لاختراق هذا الخط او الاقتراب منه. يبقى التصعيد هو من جانب تركيا. انت ما بتصعدش، ما حدش قال ان مصر اعلنت انها سوف تتوجه الى طرابلس لتحريرها من صحيح. طيب عايز اسالك، هل حدث في التاريخ المصري كله ان كانت كل جبهات مصر مهدده مثل ما هو الان؟ طب خلينا نتكلم كده. احنا كان يعني بعد ثوره 52 وبعد يعني احنا لاحظنا كان في التهديد الاسرائيلي موجود بعد 48، وكان في انفصال السودان وهي كانت جزء من المملكه المصريه. يعني كان حتى الملك فاروق كان ملك مصر والسودان. فكان في تهديد انفصال السودان اذا اعتبرناه، حتى لو يعني بحق تقرير مصير والاخوه ده حقهم وكل حاجه، لكن تهديد لوحده الدوله وسلامه اراضيها، بالاضافه للتهديد الاسرائيلي، بالاضافه للتهديد البريطاني اللي موجود في قاعده قناه السويس اللي انسحبوا منها في 18 يونيو سنه 56 طبقا لمعاهده الجلاء اللي وقعت في 54، ثم عادوا اليها في العدوان الثلاثي من انجلترا وفرنسا واسرائيل على 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 سيناء. احتلت سيناء بالكامل، احتلت منطقه قناه بورسعيد. يعني عايز اقول مصر طول الوقت في تهديدات، لكن يمكن وسائل الاعلام على الجبهات الاربعه. استاذ ياسر، لا ما كانش على الجبهات الاربعه، انا محدد، بس التهديدات كانت موجوده طول الوقت. مصر دوله زي ما وصفها نابليون، هي اهم موقع في العالم القديم في القارات الثلاث، اهم موقع. ونابليون قال هذا الكلام قبل شق قناه السويس. من اراد ان يسيطر على العالم فعليه بمصر، جملته الشهيره. يعني احتلال مصر كان جزء منها تهديد الامبراطوريه البريطانيه بنظره استراتيجيه انك تقطع خطوط المواصلات عن طريق عن الهند وبينها وبين بريطانيا، حاجات كتير جدا يعني. وده قبل شق قناه السويس. شق قناه السويس في من 1859 ل 1869 اعطى الموقع الاستراتيجي لمصر يعني اهميه مضاعفه. عايز اقول لو انت بصيت لكل الاطراف في الرغبه في ان مصر لا تسقط ولا تنهض، تظل في حاله ترنح. سواء على قوة عظمى، سواء في قوة إقليمية، في دول أخرى حاسة بالخطر. طب أخد منك كده جملة أمام كل دولة. إسرائيل وهي شايفة المشهد المتصاعد في ليبيا، إسرائيل هي الرابح الأكبر مما جرى بعد في العشر سنين اللي فاتوا دول، الرابح الأكبر. طيب إسرائيل إسرائيل ترغب في صدام عسكري مصري تركي؟ ده من يعني اعتقد ده من يعني من اهدافه. اذا مات تركي مع مصري لا قدر الله، افضل ما يموت اسرائيلي مع مصري. بتكلم استراتيجيا على مدى صحيح، ما فيش، احنا مش في حاله حرب، لكن ده النظره ليها. يعني انت لو تتخيل كده ان العراق اتضربت وسوريا اتضربت، ادي الجبهه الشرقيه، ومصر لما تظل مشغوله تظل موضوع سد النهضه وايادي اسرائيل مش بعيده وبصماتها مش بعيده عن هذا الموضوع من زمان من عقود، وكذلك في انها تنجر او هكذا تامل ان مصر تنجر في مستنقع مع ايران. كيف ترى المشهد المصري التركي؟ مصر هي احنا اول مره نسمع من سنين طويله الرئيس سيدي براني بيتكلم على الامن القومي العربي. احنا كنا بالكثير بنتكلم على انقاذ الدوله المصريه، بقينا نتكلم مش بس على الدفاع عن الامن القومي المصري، لا، الدفاع عن الامن القومي العربي. فطبعا ايران عارفة انها لا يمكن انها تسيطر على دول الخليج العربية المعتدلة وفي وجود مصر لا يمكن انها تظل حلمها الهلال الشيعي الممتد من العراق وسوريا وحتى جنوب لبنان الا وجنوبا حتى الا في حالة ضعف مصر. الطموحات الامبراطورية بشكل عام، طموحات الامبراطورية العثمانية في تركيا والفارسية في إيران لن تتحقق في ظل وجود
قوية وجيشها قوي. طب روسيا، الموقف الروسي مما يجري في ليبيا؟ الموقف الروسي، روسيا ليها مصالحها، مصالحها في البحر المتوسط سواء من الناحية العسكرية، وجود قواعد تنشأ في ليبيا، مصالحها من شركة مصالحها مع نفط. تركيا ولا مع مصر؟ روس نفط، لا مصالحها مع ليبيا. زي سوريا زمان انا كاتب انها امهر لاعبي الترابيز في العالم، اللي هي مصلحه اكيده مع تركيا، واهم على فكره مصلحتها الاستراتيجيه مع تركيا من مصر، بمعنى تركيا في حلف الاطلنطي، هي عايزه تركيا تبقى شوكه في خاصره التحالف الغربي زي ما الغرب عاملين اوكرانيا شوكه في خاصره. طيب دول الاتحاد الاوروبي، ما فيش موقف اوروبي موحد، في مواقف مختلفه ومصالح مختلفه لشركات البترول، يعني تيتان الفرنسيه ليها موقف وليها مصالح بتختلف عن شركه اني الايطاليه، عشان كده بنلاقي الاختلاف بين ايطاليا وفرنسا في سياساتهم تجاه ليبيا، الشركات النفط والحكومات. ما فيش موقف اوروبي موحد. لها مشكله طبعا في انها تاخد موقف حاد مع تركيا، لان تركيا بتهدد طول الوقت بورقه التهجير بالنسبه للاجئين، وفي نفس الوقت تركيا المانيا فيها 6 مليون من اصل تركي موجودين، وزي ما احنا شفنا ان حاولوا اردوغان حاول كانه يتصرف في بعض المدن وكانه بيعمل جولات انتخابيه في تركيا وهو موجود في المانيا، كان في زياره في المانيا. فاللي عايز اقوله ان فكره ان الكيان الاوروبي الواحد وان ليه سياسه خارجيه واحده دي محل نظر. ازمه كورونا تسببت في شروخ في العلاقات بين الدول الاوروبيه، فمفيش تعويل على موقف اوروبي واحد. انما ممكن نتكلم على فرنسا، لها موقف واضح جدا بيقترب كثيرا جدا من الموقف المصري. خلينا نقول كده بوضوح ان مصر قدرت انها حتى هذه اللحظه بتحقق مكاسب كبيره جدا بالتلويح باستخدام القوه وبالجديه في استخدام القوه وبامتلاكها لقوه عسكريه قادره على تحقيق اهدافها وحمايه مصالحها والدفاع عن مجالها الحيوي. مجال الحيوي مش مجرد الحدود. اشكرك الكاتب الصحفي الكبير استاذ ياسر رزق، رئيس مجلس اداره مؤسسه اخبار اليوم، وتعالوا نناقش